السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا متجر متخصص من دي جي اي موجود هنا في هونغ كونغ. خلينا نشوف المتجر بالضبط ايش فيه، وهذا في نص الشوارع في هونغ كونغ، فحتلاقوا فيه كل المنتجات الأخيرة اللي موجودة من نفس دي جي اي. حتى لو تلاحظوا عندكم المافيك، مافيك برو هذه اللي مفروض انها في نوفمبر. على الفكرة كل الأسعار اللي حتبدأوا تشوفوها اقسموا على 4 عشان تجيبوا الدولار، اقسموا على 2 عشان تشوفوا نفس السعر بالريال. بسم الله. أول ما تدخل عندك المنجر هتلاقي كل الأجهزة موجودة. طبعاً عندنا هنا خلنا نأخذهم جهاز واحد. الجهاز الفانتوم 4 هذه هي موجودة عندنا. فهذه اليد حقت الكنترول حق الفانتوم 4 هذا موجود عندكم نفس الشنطة حقتها. عندهم عروض مضبطينها هنا، لاحظين العروض هذه. التصوير كله قاعد يصير في نفس الآيفون. فانتوم 3 بروفيشنال اللي موجودة هنا برضه. اللي عجبني في المتجر إنه فيه الأكسسوارات بشتى أنواعها. حاطين قسم كامل في اكسسوارات، وكل حاجه تقريبا موجوده عندهم مع اكسسواراتها مع قطعها مع الاشياء الاضافيه. واكثر المنتجات اكثرها دي جي اي. في بعض المنتجات لقيتها من شركات اخرى، ولكن اكثرها اللي قاعد الاقيها هي من دي جي اي. فهذه هي الجهه اليمين اللي فيها موجوده. الجهه اليسار اول ما تدخل برضو عندهم هذا القسم، شوف مضبطينه كيف. يقول لك هذه الشاشه، حاطين تحتها بعض أهم الأجهزة والأشياء اللي عندهم. المجموعة هذه اللي موجودة هنا هذه خاصة في نفس الأوزمو. الأوزمو جاء بعدها الأوزمو موبايل، بعدين جاء الإكس 5 والإكس 5 رو. هذه عندكم الإنسباير 1، هذا النسخة الثانية V2. هذه الإنسباير موجودة، هذه الشنطة حقتهم. طبعا الموبايل ما عرضناه للحين، ومسألة هذه القاعدة حقتهم الجديدة. فهذه قاعدة ترايبود تصير تحطها، لقيتها ما تنفع إلا للأوزمو، ما غير كذا ما حيكون جدا قوية. حاطين لك منطقة هنا، المنطقة هذه على أساس إنك تصير تجرب نفس الدرون إذا أنت حاب. حاطين لك هناك أحد الفانتومات، أحد الفانتيم. شاشة عرض. لما ندخل هذه الجزئية الثانية في المعرض، خلينا نبدأ من هنا. الإنسباير 1. هذه هي الإنسباير. موجود القطع هذه كلها هنا. وهذه المافيك يا شباب، هذه المافيك برو. المافيك برو على اساس نتكلم، طبعا هذه تتصفط، فصير هي نفسها تتصفط، تصور لك 4K، وعندكم تصوير الصور الفوتوغرافس 12 ميجا بكسل، اتكلم على 7 كيلو متر يصير ترانزميشن الارسال حقها. فانت تبعد عنك 7 كيلو امورك زي الفل، تطير ل 27 دقيقه. وهنا حاطين معلومات اكثر، ومكتوب انه فلاي يوزنج سمارت ديفايس اونلي، بس تطير بالاجهزه الذكيه. اوتوماتيك سبجكت تراكنج، تقدر تحطها على حاجه وتقول لها تتبعي لي السياره دي وهي تتبعها. تيك فوتوز وذ جستر، انك تقدر تغمز ولا حاجه ولا تبتسم ولا شيء تقعد تاخذ لك الصور. اوبستكل سنسنج، تنتبه للاشياء اللي موجوده فتصير تبعد عنها بكل راحه. هي بري اوردر وقت ما قاعدين نصور الفيديو هذا، والمفروض انها في نوفمبر تكون موجوده بعد شهر من الحين. ولو ملاحظين حتى البرايس موجود هنا على 2 تقريبا، قاعدين نتكلم حوالي على 4000 ريال. الا هنا القسم هذا لقينا فيه كل شيء له علاقة بالأوزمو. فنبدأ من هنا. هذا عندكم الأوزمو العادية، في الموبايل شفتوه هناك. هذا عندكم الأوزمو اللي هي الإكس 5 والإكس 5 رو. الفرق بهذول إنه العدسات، وهذه الرو إنه تصير تصور المواد رو، وموجود عندكم حتى نفس الـ SSD، يعني حق كروت SSD على أساس المساحة والكفاءة. وهذا من أجمل الأماكن، أو نقدر نقول الأقسام اللي موجودة، الإكسسوارات المتعددة. فلاش، مايكروفون، هذا عصا امتداد، هذا على اساس السيكل عشان السياره، هذا ترايبود عادي بس القاعده السفلى، هذا ترايبود اللي هو الثلاثي، طبعا هذا ترايبود سكشن، هذا ترايبود ثلاثي، هذا العصا الطويله اللي شفتوها هناك ما تشيل اوزان كثيره. يد لنفس الهاندل، الزي اكسس تقدر تضيفه برضه على الاوزمو عندك. شنطه حقت الدي جي اي، زين موز اكس 5، اوزمو برضه ادابتر. عندكم الباور تقدر تشحن 4 بطاريات في نفس الادابتر هذا، التشارجنج سيستم. الاوزمو الهند العاديه، بطاريات بطاريات بطاريات، هذا عجبني مره باخذ لي واحد اتكلم عليه بعدين ان شاء الله. يونيفرسال ماونت، على اساس انا ملين يونيفرسال ماونت ايش تقدر تسوي؟ تقدر تركب فلاشات وما فلاشات واشياء. هنا موجود عندكم الموبايل، طبعا اداء الموبايل برضه مختلف، واداء الموبايل جيد، موجه لاشياء ثانيه. فانت يبغى لك تعرف من الاشياء حق الدي جي اي ايش عندك. والدور الثاني اشياء احترافيه اكثر. فعندنا هنا موجود الرونن. الرونن هذه يصير ركبوا عليها الكاميرات الكبيره، فالكاميرات الكبيره بعد ما يضبطوها، يعني مثلا تقارير في ام بي سي يصوروها بعض اللقطات بهذه. عده الرونن، اكسسوارات الرونن، دي جي اي الفوكس، نظام الفوكس حق التصوير، شوفوا مركبين عليها 5D.
الشنط كامله حقات الرونن. وهنا برضه هذا الانسباير 1 رو، هذه تصور رو، فانتم ملاحظين العدسه دي صارت تجي العدسه دي مع كل الانظمه حقات الرو. فموجود عندكم هذه، او ماي جاد، رونن ام اكس والماتريك. شوفوا هذا الماتريك موجود هنا يا رجل، كم مروحه. ماتريك 100 برضه، ماتريك 100 هذه يمكن تنفع في المسافات العاليه وتطير الى 40 دقيقه. الماتريك 100 هذول ما سويت لهم مراجعات كثيره اصلا، ما شفت الاجهزه بشكل جدا كبير، فيبغى لي ابدا اشوف هذول طبعا. بس المشكله طبعا القوانين والريجليشنز لازم نفهمها بشكل صحيح قبل ما نبدا نقعد نشوف الاجهزه دي. يا الله شيء جميل. اصلا شوف سعرها، هذه شوف الماتريك 600 تقريبا، قاعدين نتكلم على 17000 ريال. دي جي اي لايت بريدج جراوند يونت، الوحدات حقت التحكم. موجود عندكم الزي ميوز، اساس تبغى تغير الكاميرا نفسها. نافيجيشن ذا فيوتشر جايدنس، الجهاز حق التتبع. هذا كتاب الحين قاعدين يبيعوه هنا، وفي بعض الصور اللي تم التقاطها بنفس انظمه الدي جي اي، كاميرات الدي جي اي. هذه فوجيان بروفيننس ايست تشاينا، هذه مصوره شرق الصين، هذه مصوره في الفلبينز. هنا موقع كتب لك ما اعرف المدينه وشو، بس مصوره عام 2005. كيف هناك الدي جي اي 2005؟ كويوتو جابان. وهذا عندنا مصوره في فرانس. هذا الكتاب اللي قاعدين above the ground earth through a drone eye، الارض من خلال عين الدرون. وشوفوا هذا طبعا جدا جميل، نفس الدي جي اي محل، بس هذا الانسان اجمل بكثير. مصعب، طبعا مصعب هو من ارب جي تي. لما اسافر رحله حاجه لها علاقه في السيارات واشوف جنبي مصعب اعرف اني في ايدي امينه. يسعدك ربي. شوف شوف خجل خجل خجل. نرجع للدي جي اي، فهذا كله في محل الدي جي اي، في اشياء جدا جميله قاعدين نصورها من قوه الاشياء اللي موجوده هنا والاشياء الجميله. متجر دي جي اي اللي موجود في هونغ كونغ، ما في متاجر كثير موجوده في العالم من نفس دي جي اي متخصصه، طبعا شركه دي جي اي نفسها في الصين اساسها، ولكن هنا فاتحين لهم متجر في هونغ كونغ تبين اهميه التقنيات هذه واهميه الاشياء بالنسبه لهم يمكن المجتمع اللي هنا في هونغ كونغ. يعطيكم العافيه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. على فكره للتوضيح، الفيديو هذا مستوحى من الافكار كان يقدمها سلطان الفردان، سلطان الفردان يقدم افكار فيديوهات زي كذا، فقلت ليش ما اسوي لكم نفس الشيء؟ فاذا عجبتكم الفكره اعطوني لايك، ولا تنسوا السلطان بدعوه. يلا اشوفكم على الف خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.